اهلا وسهلا بيكم والدنيا ملك ايديكم مع الحاوي وتفانينه. الدنيا حقيقي منوره بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه خفيفه قوي بس بشكل جديد، وهنعمل معاها برضو سلطه بشكل حلو، سلطه تبوله التفاح، وهنعمل شيبرد باي او بطاطس باللحمه المفرومه. نبدا ونقول بسم الله. الطاسه بتاعتي سخنه على النار، مباشره انزل بالزيت، وهنقول مقادير واحنا شغالين. تمام، دايما لما بحب الطاسه بتاعتي ما تدخنش ما احطش الزيت في الاول. انزل على طول اللحمه المفرومه، ده الصوت اللي لازم دايما تسمعوه. تقليبه سريعه كده، دي نظيفه نرجعها مكانها. عباره عن لحمه مفرومه هنعصجها. البطاطس البيوريه بتاعتنا هنعملها ازاي؟ بطاطسايه هنسلقها بالقشر بتاعها. ليه القشر بتاعها؟ اي بطاطسايه هنشتغل عليها هنصنعها، هنعمل منها مثلا كوركيت، او هنشتغل بيها مثلا عايزين نطلعها فورمه، نسلقها بالقشر بتاعها في الميه. ليه؟ عشان ما تشربش الميه وتعمل معايا اللي انا عايزه بالظبط. تمام، متفقين؟ ان شاء الله متفقين. ننزل بصل والكرات والكرفس. بصوا هاخد حيز كده مع اللحمه، ننزل بشويه بصل كله في طاسه واحده، مش شرط ان انا استخدم كذا طاسه. انزل بالكرات وانزل بالكرفس. ادي اللي في النص تقليبه واسيبه بقى طبعا هي شويه كده، واقلبهم كلهم مع بعض. عندي ايه اللي ناقص هنا؟ هيبقى التوابل، وعندي البقدونس والطماطم الكونكاسيه. طماطميه كونكاسيه شرحناها كتير قوي، بس برضو بنقولها طماطميه على شكل حرف زائد في ميه سخنه، تطلع تشرب في ميه بارده، تتقشر تتفرم عشان خاطر القشر بتاعها. برضو بتعب من البذر بتاع الطماطميه، بضغط على الطماطميه بطلع البذر، وافرم الطماطميه كويس جدا واشتغل بيها زي ما انا عايز. يبقى احنا بنقدم كل الطرق واحنا شغالين. التوابل بتاعتي بهار، وفي عندي بردقوش او اي اعشاب انا بحبه. نرجع دول مكانهم، نبدا نقلب كل ده مع بعضه. ننزل بقى ايه بالطماطم الكونكاسيه، ونسيبها ايه تتوغل مع بعضها. طبعا انا ممكن، في ناس ممكن تحب تضيف طماطم بيوريه او حاجه زي كده عادي. والكرات والكرفس برده مش حاجه اساسيه. انا لو عايز اعصج اللحمه بشويه بصل مع شويه توابل مفيش مشكله، بس انا اللي باكل في البيت يبقى انا اللي طعم الحاجه اللي انا باكلها. طماطم مفيده، الكرات والكرفس مفيد، على حسب المتاح عندي في قلب البيت. في عندي البطاطس البيوريه. البطاطس دي انا قشرتها؟ لا ما قشرتهاش، حطيتها بالقشر بتاعها في الميه سلقتها. بعد ما سلقتها قشرتها وطلع معايا زي ما انتم شايفين دلوقتي. لو انا عايز اعمل منها اي شكل، كوركيت او بانيه، او ادخلها في سمك بانيه، الحاجات دي كلها بتفرق معايا في طريقه تسويه البطاطس. نشوف هنعمل ايه مع البطاطس. حط شويه كريمه لباني، مش كتير، شوية ملح وفلفل أبيض، وأي بهار طبعا أنا بحبه ممكن أضيفه عادي، دي حاجة بتاعتي أنا اللي باكل في البيت وأنا اللي بعمل لأولادي أو ضيوفي. فلفل أبيض بس، عامة الفلفل الأبيض دايما يمشي مع أي حاجة فيها ريحة زفارة عالية، أو الحاجة اللي لونها فاتح. بمعنى أنا مثلا عندي البطاطس، البطاطس بتاعتي ديت تمام، لو انا عاملها مثلا مش عايز اغير في اللون بتاعها بدي لها فلفل ابيض، لو انا عايز الفليفر بتاع الفلفل يظهر اكتر بدي فلفل ايه؟ فلفل اسود. نعلي شويه
نهرس كل الخليط ده مع بعضه كويس، وبكيس الكريمه هبدا اتعامل عليها. انا بقى عايز اضيفهم مع بعض، انا ممكن اعملها زي الكبه، تمام؟ احنا عملنا كوبيبه قبل كده باللحمه، في كوبيبه بالبطاطس، في كوبيبه بالسمك، عملنا كوبيبه بالسمك مع الجمبري. البطاطس ديت ماده ربط حلوه، واللي مش عايز يزيد وياكل بطاطس ياكلها مسلوقه بس ما يضيفش عليها ملح وهو بيسلقها، ويستخدمها في اي وصفه زي ما هو عايز. في عندي بقدونس هنا انا ما ضفتوش، هضيف شويه منه. ليه ما ضفتوش في اول الوصفه؟ دايما البقدونس عشان احافظ على اللون بتاعه واللون يعني الخضار والريحه بتاعته والروائح العطريه اللي هي بتاعته ديت لازم اضيفه في الاخر قبل نهايه التسويه بتاعتي. هيتنيه اخضر زي ما هو كده، انا عايز اضيف هنا شويه ملح. حلو قوي. شويه توابل او شويه بهار. بسم الله. كده اللحمه بتاعتي تقريبا بقت تمام، جاهزه ان انا اشتغل عليها. برضو هاكد تمام التسويه بتاعتها لان انا مش هسويها كتير، انا مجرد ان انا هاخدها طبقات مع البطاطس. اهدي عليها النار شويه عشان ما تنشفش مني. في عندي البايركس بتاعي مباشره كده، حاجه سهله وسريعه وهنعملها بشكل كويس. شويه زيت، تمام كده. احلى ابتسامه لمستر كرم والجمهورنا طبعا كل مشاهدين قناه ست البيت. نزل دي تحت، ده مش محتاجه، وعايز اوريكم ازاي استخدم الكيس الكريمي اهوت. انا قلبت الكيس كده كده، اشتغل بالكيس زي ما هو كده من غير ما استخدمت اي حاجه، ولا عبي بمعلقه ولا عبي باي حاجه. احتجت زياده تاني مفيش مشكله اهو عادي، تمام الكلام. كده زي الفل. ارجع بدي تاني، هنضف ايدي. حلو قوي. بص بقى، انا هحط شويه هنا اللي في الاول ده، انا هفرده كده كده اساسا دلوقتي، وممكن اضيف اكتر بالمعلقه او زياده بالمعلقه شويه اللي انا هحتاجهم. ممكن اضيف شويه بقدونس او شويه توابل انا عايزهم، مفيش مشكله معايا. انا اللي باكل، انا ممكن اعمل طبقات وحاجات واشكال مختلفه، تمام كده. نكملهم كلهم، رجع دي مكانها. طبعا انا البطاطس قدام مني شكلها بصوا متماسكه، يعني ماسكه نفسها فعلا. طب انا ازاي اتحكم في الحاجات دي؟ كل حاجه الحاجات دي كلها بتحكم فيها عن طريق التسويه بتاعتي. بصوا ننزل باللحمه المفرومه كده، بحطيت شويه زيت، نزلت بيه عليهم باللحم بالبطاطس البيوريه اللي انا عملتها، وابدا انزل بتمام شويه اللحم المفروم اللي انا عملته. دي خلاص رجعها بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكيس بستخدمه كده برضو، لفة عكس التانية كده، تمام. طبعا اللون بتاعها عاجبني. ليه؟ لان انا حاطط عليه شوية كركم، مديني اختلاف شوية فيه. انا ممكن بقى اعملها شكل وردة او اكتب اسم ضيف جاي لي هنا
اي ضيف انا عازمه على العزومه ممكن اكتب اسمه، يبقى الوصفه مقدمه باسمه. ممكن اكتب ست البيت لان احنا بنعمل احلى ست بيت، اكتب اي حاجه انا عايزها. وممكن اعمل اسهل على نفسي واعمل شكل شبكه تمام كده. يبقى كده ناقصه حاجه واحده بس كده، خلاص تمام كده. انا عندي شويه جبنه بومي، حاجه سهله ما خدتش مني وقت، يا دوبك بس انا شغلت ايه افكار فيها عشان اقدمها بشغل حلو بطريقه حلوه. تابعونا ان شاء الله على قناه ست البيت، هتشوفوا كل ما لذ وطول. بصوا انا مش هسوي ديت كتير، انا مش محتاج اسويها اساسا. انا محتاج اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هشمعها في الفرن. يعني ايه اشمعها في الفرن؟ يعني مجرد ان الجبنه دي تسيح وكله يبدا ايه، لو في اي شويه جوس من اللحمه هتبدا تنزل على طبقه البطاطس اللي قبل منها. الحاجات دي كلها تتنغم مع بعضها يعني 7 دقائق بكتير خالص ونطلعها من قلب الفرن. ايه رايكم؟ نحطها 7 دقائق في قلب الفرن تمام، ونطلع فاصل ونرجع نواصل. سلام.